رئيس السيد النائب المحترم، سؤال مهم كيطلب ربما أكثر من ماشي سؤال، ربما اللجنة كنبغي نقول نعطيكم حجم الاستثمار في الصيانة سنوية فيما يتعلق بالموانئ، الطرق، السيارة، المطارات، يعني السكك الحديدية، 2.5 مليار ديال الدرهم ديال الصيانة وحدها، يعني في التكوين ديال الموارد البشرية بطبيعة الحال الديمومة هي الموارد البشرية، 80 مليون ديال الدرهم ديال الاستثمار، بمعنى إلا تكلمنا على الصيانة، في نفس الوقت إلا تكلمنا على التوسعة، لأن أيضا التنافسية ديالها مرتبطة أنك تنجزها ودير لها الصيانة وتوسعها، ملي كيكون الإقبال بحال طريق السيارة ديال الدار البيضاء الرباط، بحال الميناء الآن ديال أكادير أو منا بحال المطارات، يمكن لي نقول لكم جميع هذه البنية التحتية تعرف توسعة، تعرف الصيانة، مراقبة ديال الجودة، باش يمكن إن شاء الله تؤدي إلى الهدف ديالها وهو تنمية الاقتصاد الوطني والربط بين الأقاليم والجهات ديال المملكة.